عن عمر يناهز 81 سنة، يفقد الوسط الفني السوري واحد من أهم وأعظم فنانيه. من ساعات انتشر خبر وفاة لأحد أهم نجوم الوسط الفني السوري بعد احتشاء في عضلة القلب، فرحل عن عالمنا الفنان السوري أسامة الروماني، وده حسب اللي قفلت بيه الوكالة السورية للأنباء ونعته وزارة الإعلام السورية وكتير من الفنانين السوريين. نقابة الفنانين السوريين في نعيها للفنان الراحل أسامة الروماني قالت في بيانها: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم آفة زميل الفنان القدير أسامة الروماني، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكتب باسل الخطيب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وداعا أسامة الروماني، وداعا أيها الرجل النبيل والفنان الأصيل والصديق الرائع، لن يكفينا ما تبقى من هذا العمر للحزن على فقدانك، الرحمة والسلام لروحك الطيبة. الفنان الراحل أسامة الروماني من مؤسسي المسرح القومي السوري، بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام في مطلع ستينيات القرن اللي فات، ومن أشهر أدواره المسرحية مشاركته في مسرحية ضيعة تشرين وغربة، وده كان مع أحد رفاق دربه الفنان السوري دريد لحام. قدم أسامة الروماني أدوار تلفزيونية في السبعينيات ومطلع الثمانينات، لكنه غاب لفترة عن المشهد ورجع للدراما السورية بشخصية الرئيس السوري الراحل أديب شيشكلي في الجزئين الثاني والثالث في مسلسل حمام القيشاني، وده تحت إدارة شقيقه الراحل الفنان والمخرج هاني الروماني. فصل الفنان أسامة الروماني أسباب غيابه الطويل عن الدراما بانشغاله في العمل الإداري بمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالكويت كمشرف ومدير المشاريع لأكثر من 40 سنة، وكان أحد أهم صناع برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم، لحد ما قرر إنه يتقاعد ويرجع لبلاده. كان رجوع الروماني من خلال وثيقة شرف في 2021، واللي جمعه تاني برفيق دربه الفنان دريد لحام في مسلسل قيد الحب اللي تعرض في موسم رمضان 2022. وفي نفس الموسم شارك الفنان الراحل أسامة الروماني في مسلسل كسر عظم تحت إدارة المخرجة رشا هشام شربتجي، اللي اختتم معاها مسيرته الفنية بدور رئيسي في مسلسل مربى العز، وتعرض في موسم رمضان 2023. رحم الله الفنان السوري أسامة الروماني وأدخله فسيح جناته.